ازيكم يا شباب، الاخبار؟ انا لسه طالع من تنت للمره الثالثه، ليه بخشه 3 مرات؟ اكيد مش بقول يعني ان هو فيلم واو لدرجه ان انت تخشه 3 مرات. انا كنت قلت في الريفيو بتاعتي ان هو فيلم كويس وكويس جدا، لكنه مش احسن افلام نولان. ليه بخش 3 مرات؟ لانه لازال برضه فيلم كويس، وانا بحب الافلام وبخش افلام كتير كذا مره يعني، لكن مش كل مرة بلاقي فيه تفصيلة شديدة الأهمية أو كده، زي أفلام تانية زي إنسبشن مثلا أو إنترستيلر أو أفلام يمكن أقل في التعقيد زي إيدج أوف تومورو مثلا. I think ده أضعف أفلام نولان فعلا. كان في كلمة كده جوايا بفكر فيها وأنا بفرج على الفيلم، إن الفيلم ده فيلم أحسن من العادي سيكا، تمام، بس مصروف عليه ومعمول بإتقان. أنا متخيل إن في أفلام كتير في السينما كانت على مدار التاريخ يعني يمكن كانت فكرتها أفضل بمراحل، بس ما اتنفذتش بنفس الإتقان. ده المميز في الفيلم ده. أنا هتكلم كتير عن عيوب الفيلم فلو في حد فان لنولان أو كده ومبيستحملش نقد يعني ممكن يقفل الفيديو ويبقى مسامحني يعني. أيا كان النقد اللي أنا هقوله فهو ما بيقللش خالص من قدر نولان، وبفكرك ان انا قلت ان الفيلم برضه كويس وان فكرته احسن من العادي. مشكلتي الاساسيه مع الفيلم ده الكتابه، مفيش فلسفه قويه وراها، فلسفتها ممكن تتلخص في جمل بسيطه. برضه لما تيجي تبص على الكتابه هتلاقي ان مفيش يعني ايموشنال اتاتشمنت، مفيش ارتباط عاطفي بينك وبين الشخصيات كلها، بما فيهم البطل اللي هو للاسف قدراته التمثيليه والكاريزما بتاعته جوه الفيلم ده مش احسن حاجه للاسف الشديد يعني. لما تيجي تقارنه سواء بممثلين جيله او بالناس حتى اللي معاه في الفيلم او ابطال افلام نولان اللي فاتت، لا ده يمكن اضعفهم على الاطلاق يعني، اضعف ابطال نولان كلهم، كل الممثلين الموجودين في الفيلم معلقين عليه، كلهم معلقين عليه. هو للاسف اسوأ بورت في الكاستنج للاسف الشديد، ومش عارف طبعا الصراحه سر الاختيار كان ايه يعني. انت بتتفرج بتلاقي في حاجه بتزعل كده، ايه هي؟ القصه الحلوه في اي فيلم بتبان باقل قدر من الحديث يعني. الافلام دايما تخليك تشوف وتفهم وتستوعب القصه من غير ما حد يجي يلقنها لك. للأسف الشديد نولان ساعات بيقع في الغلطة ديت، ساعات بيكون الطريقة دي جذابة ومعمولة بطريقة حرفية كويسة فما بتزعلش منها، زي مثلا في انترستيلر أو في انسبشن كان بيشرح الفكرة كذا مرة وكانت مقبولة، كانت مفهومة. دي اوفرول مشاكلي مع الفيلم. تعال نتكلم بقى في الإيجابيات. المزيكا بتاعت الفيلم حلوة. أنا كنت فاكر هان زيمر هو اللي عامل المزيكا، وبعدين اكتشفت انها مش هو اللي عاملها. المزيكا في حتت كتير بتبقى واخده تمت الفيلم، بتبقى ماشيه مع الزمن العادي تمام، وبعد كده تتسمع هي هيها بس بالمقلوب. فدي كانت حته روشانه كده جميله، كان عمل زيها برضو في انسبشن وفي انترستيلر مع الفارق يعني، لما كان بيلعب في التايمنج بتاع المزيكا والديوريشن سبان بتاعتها انه يبطئها او يعني يستدعى حسب التايم، حسب التايم فلو بتاع التوقيت ده، سواء كان في الاحلام الموجوده في انسبشن او الكواكب اللي بسير زمني مختلف جوه انترستيلر. عجبني السبورتنج كاركترز، بس زي ما قلت انا ما تاثرتش باي حد يعني المشهد اللي في الاخر اللي هو بنعرف فيه ان مساعد البطل بيموت او كده او هيموت، ما تاثرتش وما حسيتش انها حاجه تزعل يعني، رغم ان ممكن يحاول يلعب بالمزيكا وكده ما حسيناش باي شيء يعني. ليه؟ لان ما كانش فيه كاركتر ديفلوبمنت كافي. مشكله الكتابه تاني يوم شوف انا جاي اتكلم في المميزات خليني بقلب على عيوب الفيلم. الفيلم فاتح مجال كبير لاجزاء تانية، بس انا ما اعتقدش ان كريستوفر نولان هيعمل له جزء تاني، يمكن يفاجئني بس ما اعتقدش. لكن انا متخيل ان ممكن سين كوبي تعمل، اللي هي الشركه المنتجه، الشركه اللي هي بتاعت نولان ومراته وكده، متخيل انه ممكن يعملوا مسلسل وما يكونش اخراج نولان، ممكن يكون ممكن جوناثان، ممكن اخوه هو اللي يكتب المسلسل ده زي ما كان كتب مسلسلات تانية وكده. فانا متخيل لو فكروا في الموضوع تجاريا ممكن نلاقي فيه سيريس معتمدة على قصص ما قبل وما بعد الفيلم، يمكن في وسط الفيلم بيحصل ايه، لان في حبال كتير جدا ممكن يتعمل منها افلام كتير في القصة دي.
لو انتم مهتمين ممكن ابقى اعمل فيديو ملخص شرح الفيلم دوت كادر كادر كده لحد ما نوصل لاخره في دقيقتين ثلاثه مثلا حاجه زي كده، عشان اسهل الامور على الناس اللي شافته ولسه عندها مشاكل في فهمه او كده. لو في حد ما فهمش حاجه في الفيلم وعايز يسالني عليها انا معاكم في الكومنتات. لو دي اول مره على القناه هنعمل فيديوهات كتيره جدا ليها علاقه برضو بالفن والسينما وحاجات تانية مختلفه من اهتمامات عالم عمر اللي هي برضو مشتركه مع الاهتمام بتاعت عوالمكم. مش تعمل سبسكرايب للقناه، لايك، شير الفيديو. اشوفكم على خير.